النهاردة جايب لك فيديو جديد لتحديث محاكي والليتو لتشغيل ألعاب الكمبيوتر على الهواتف الأندرويد، وهنجرب مع بعض على المحاكي لعبتين مختلفين بصيغة الـ EXE، والنسخة ديت محسنة بالكامل ليعمل على الهواتف الفئة المتوسطة. بس طالب منك طلب صغير صديقي قبل ما نبدأ الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو أنت ما أنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الأدوات المستخدم في الشرح في أول تعليق مثبت لما في صندوق الوصف. وشكرا لكل المشتركين الجدد والمتابعين، ولكل واحد فيكم بيتفاعل مع الفيديوهات بلايك وشير وتعليق ايجابي، دعمك ده بيحفزني انزل لكم فيديوهات باستمرار، شكرا لكم بجد. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي، ديت لعبه بيس 2017 شغاله معايا بدون مواجه اي مشكله، وبتشتغل معايا على التليفون الفئه المتوسطه من 40 فريم ل 60 فريم، واقدر اخد اعلى من كده لو قللت من جوده الشاشه. وهنا يا صديقي زي ما انتم شايفين السلاسه كاملة في التحرك اللاعب، واقدر ان انا اتحكم التحكم الكامل. وفي شرح تاني يا صديقي هكون سايبهولك في صندوق الوصف، هعرفك ازاي اللي انت تعمل زرار التحكم ديت بكل سهوله، علشان هنا المشكله في اللعبه ديت ان زرار التحكم ما بتشتغلش معاك بشكل جيد، لازم يا صديقي اللي انت تخصص لها زرار التحكم، وشارح الكلام ده في الفيديو اللي هكون سايبهولك في صندوق الوصف. وتعالى بقى نروح نشوف اللعبه التانيه. وديت اللعبه التانيه يا اصدقائي، انا هنا بجيب الالعاب الفئه المتوسطه او الالعاب الخفيفه علشان التليفون اللي انا بشرح لكم من عليه ده من الفئه المتوسطه، علشان اقدر ان انا اخد منه افضل اداء ممكن على التليفون بتاعي بدون ما يحصل معايا لاج، وسخونيه الهاتف ديت يا صديقي هي اللي بتعمل اللاج وسقوط الفريمات. واللي عليا ليك اللي انا اقوله لك يا صديقي هي النصيحه، تاخد بها دي حاجه ترجع لك انت، ما تاخدش بها برضك دي حاجه ترجع لك انت. وهنا يا صديقي بقول لك تاني مره، لو معايا تليفون فلاج شيب انا مش هلعب عليه العاب تقيله 60 جيجا و50 جيجا، علشان ده بيأثر على العمر الافتراضي الخاص بالتليفون بتاعنا. وفي حاجه برضو كصديقي عايز اعرفها لك، لو انت حابب ان انت تلعب العاب تقيله العبها على المحاكيات السحابيه ديت، ما بتضرش التليفون بتاعك، كل اللي انت بتستخدمه شويه انترنت وخلاص، بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون بتاعك. واللعبه ديت بتوصل معايا ل 60 فريم زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، لو قربت لكم الشاشه كده هتلاقي هنا اريا معايا 60 فريم، واقدر ان انا اتحكم فيها التحكم الكامل بدون ما اواجه اي مشكله على التليفون الاندرويد بتاعي. تعالى بقى يا صديقي اعرفك ازاي اللي انت تعمل الاعدادات الخاصه باللعبه. وهنا يا صديقي في شويه تريكات هعرفها لك في الشرح ده مهمه جدا، علشان تاخد افضل اداء ممكن على التليفون بتاعك، وكمان تشغل الالعاب اللي ما بترضاش تشتغل معاك على التليفون بتاعك. العاب البي سي تختلف عن اي العاب ثانيه ديت بيكون لها اعدادات، وهعرفك كل حاجه بالتفاصيل، يعني مختلفه عن العاب بلاي ستيشن 3 والعاب التليفون، كل حاجه ولها حاجه يا صديقي، وعايزك تكون مركز معايا في الشرح ده. يلا بينا. اول حاجه كده يا صديقي هنبدا اللي احنا نعملها مع بعض، هنروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وهنروح على المكان اللي هتكون حملنا فيه الملف. هتلاقي عندك هنا ملف مضغوط، هتبدا اللي انت تضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج، هنا هيبدا اللي هو يستخرج لك اخر تحديث لنسخه وين ليتور النسخه الفروست. هنبدا اللي احنا نثبتها مع بعض بنفس الشكل ده، هيبدا يتثبت على التليفون بتاعك بنفس الشكل ده، وامن جدا على جميع الهواتف الاندرويد. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت هتضغط هنا على كلمه تم، وبعد كده هبدا اللي انا اطلع من هنا، هتلاقيه اتثبت معاك بنفس الايقونه ديت، هروح افتحه، هيبدا اللي هو يطلب مني الصلاحيه ديت، هضغط على كلمه السماح، وبعد كده يا صديقي هيبدا اللي هو يعمل انستول سيستم فايل اللي هو ملف الاو بي بي، هيبدا اللي هو يثبته لك داخل ملفات الاو بي بي. بعد ما انتهى من عمليه التثبيت هبدا اللي انا اضغط هنا على علامه البلس، هيبدا يفتح لي الاعدادات دي. وزي ما انتم شايفين يا اصدقائي عندك هنا في اول اختيار ديت ابعاد الشاشه، تقدر اللي انت تتحكم في الابعاد ديت، انا هنا هسيبها على 1280 في 720 وهقول لك ليه دلوقتي. بعد كده يا صديقي هروح على الاختيار الثاني، الاختيار الاولاني ده متخصص للمعالجات السناب دراجون، اما الاختيارين اللي بعد كده تقدر اللي انت تستخدمهم على اي معالج ثاني زي المعالجات الميديا تك واي شركه ثانيه انت بتستخدمها خلاف السناب دراجون. اول اختيار ده يا صديقي الخاص بالسناب دراجون. بعد كده يا صديقي هنبدا نروح على الاختيار الثاني، وعندك هنا يا صديقي الاختيار الثاني والثالث ده متخصص للهواتف السناب دراجون، اما الاختيار الاولاني والاختيار الاخير ده متخصص للشركات الثانيه. هنا يا صديقي هبدا ان انا اختار دي اكس في كي علشان هو شغال معايا بدون مواجه اي مشكله. اما الاختيار اللي بعد كده هو خاص بالصوت، لو انت بتلعب لعبه وما طلعتش صوت معاك هتبدا ان انت تختار ما بين الاختيارين دول، هيشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. وعلشان اللي انت تظهر الفريمات على التليفون
التليفون بتاعك. هتبدأ ان انت تختار الاختيار ده او هتفعل الاختيار ده يا صديقي. بعد كده هتلاقي عندك الشريط ده، هتبدأ ان انت تروح على الاخر، وهنا يا صديقي هتروح على اول اختيار، وبعد كده هنا اختار اخر حاجة اللي هو الاداء، وبعد كده هروح على الاختيار التاني هختار برضك اخر حاجة. هنا يا صديقي انا بحب الغي الاختيارات دي زي ما انتم شايفين كده علشان تخلي المعالج فيه دفعة للتشغيل اي لعبة تشتغل معاك. بعد كده يا صديقي احنا كده انتهينا من عملية الاعدادات. هبدأ ان انا اضغط هنا على علامة الصح، هيبدأ اللي هو يثبت لي الاعدادات اللي انا اخترتها. هبدأ ان انا اشغل المحاكي، هيبدأ اللي هو يشتغل معايا بدون مواجه اي مشكلة. وهقول لك بقى على تريكة صغيرة مفيش حد بيقولها لك، اللي انت ازاي تظبط اعدادات اللعبة. كل لعبة يا صديقي وبيكون لها اعدادات متخصصة ليها، لازم اللي انت تعرف الخطوة دي. مش زي العاب البلايستيشن النهائي ولا زي العاب الاندرويد، العاب البي سي بتختلف تماما. بعد كده يا صديقي هيبدأ اللي هو يفتح معاك بنفس الشكل ده، هتبدأ اللي انت تفتحه في الاسكرين. وهنا يا صديقي علشان اللي انت تشغل اي لعبة لازم تحطها في ملف الداونلود الخاص بالتليفون بتاعك. وبعد كده يا صديقي هتدخل جوه المحاكي، هتلاقي عندك هنا حرف الدي، هتبدأ اللي انت تضغط عليه. هتلاقي عند هنا انا ضايف هنا الالعاب في العاب البي سي زي ما انتم شايفين كده، هبدأ اللي انا اضغط عليها. وبعد كده يا صديقي لازم تاخد بالك من النقطة دي، انا هروح هنا على لعبة مثلا بيس 2017. لازم تاخد بالك من النقطة دي يا صديقي، مهم جدا علشان مفيش حد هيقولك المعلومة دي. هبدأ اللي انا اروح على ملف السيستم الخاص باللعبة، علشان ملف السيستم ده هنبدأ اللي احنا نظبط الاعدادات الخاصة باللعبة علشان تشتغل معانا بدون ما نواجه اي مشكلة. زي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي فتح لي هنا القائمة دي، ودي قائمة الاعدادات اللي انا اقدر اظبط فيها الاعدادات اللي انا عايزها وعلى حسب زمان عايز. عندك هنا يا صديقي ابعاد الشاشة، لازم تختار نفس ابعاد الشاشة اللي انت اخترتها في ابعاد النظام ذات نفسه. يعني احنا هنا اخترنا 1280 × 720، هتبدأ اللي انت تكتب هنا 1280 × 720. وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط هنا على كلمة الا، وبعد كده هتخليها هنا فول سكرين. هنا يا صديقي الاعدادات ديت لازم تعملها علشان اللعبة تشتغل معاك بدون اي مشاكل. كل الالعاب لها الاعدادات ديت؟ لا يا صديقي مش كل الالعاب بيكون لها الاعدادات ديت، لازم تاخد بالك بس من النقطة ديت علشان بيجي لي ناس كتير بتقول لي اللعبة ما بتشتغلش معايا. شوف اللعبة ديت هل لها ملف سيستم لازم اللي انت تظبط فيها الاعدادات بتاعتها ولا ملهاش. وفي العاب ما بيكونش لها اعدادات بتشتغل معاك على طول بدون ما تواجه اي مشكلة. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.